زليخة لما حبت سيدنا يوسف عليه السلام، لما سجن رفضت ان هو يسجن بعيدا، بل سجن في القصر علشان روحها تبقى قريبة من روحه. في يوم طلبت، هي حبت تسمع صوته، تسمع صوته ازاي وهي كانت ممنوعة من زيارته، طلبت من الجلاد ان هو يجلده. قالت له انزل واجلد يوسف عشان اسمع صوته. نزل الجلاد قال له انت بأي ذنب اجلدك؟ ولكن انا همثل ان انا بجلدك وانت تمثل انت بتصرخ. فهو كان بيجلد على الارض وسيدنا يوسف يصرخ. سيدنا زليخة استدعت الجلاد وقالت له انت كذبت، ما جلدتوش. ليه ما جلدتوش؟ لان انت لو كنت جلدته لتألمت انا. روح سكن الجسدين. فنزل الجلاد وضرب سيدنا يوسف، لم يصرخ يوسف، صرخت زليخة. نزلت زليخة قعدت تترجى في الجلاد ان يتوقف. التقاء الارواح او تآلف الارواح مش كذبة ومش شيء مصطنع، ده شيء حقيقي جدا احنا بنعيشه.